تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه لو حاربته الإنس والجن. من أراد أن يكون شخصا ملهما ومؤثرا لغيره وقادرا على أن يعبر عن نفسه بحيوية، فعليه مباشرة بأحد أندية التوست ماسترز. فالحديث الشريف يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل إنسان في هذا الكون يمتلك مهارات وقدرات تميزه عن غيره. كن جائعا لتحقيق حلمك وانطلق نحو أحلامك. تمكين الشباب يعني تمكين المجتمع وتمكينهم من أداء رسالتهم بالشكل الصحيح. أيضا تواصلنا مع جمعيات المرأة العمانية الموجودة هنا، شرحنا لهم البرنامج، وضحنا لهم كيف يمكن أن يفيدهم. كما تعلمون المرأة هي نصف المجتمع وهي بالتأكيد نصف نادينا هذا، فكان لابد من الاهتمام بهذه النقطة. ولله الحمد في أقل من 6 أشهر فقط ارتفع عدد أعضاء الميدان من 8 أشخاص إلى 24 شخص، وهذا يعتبر إنجاز. العهد اللي قطعناه في البداية أن نطور نادي الميدان نوعا، لا يكفي أن نطوره كما يوجد عدد أعضاء، لكن لا يوجد تطور في النوع وهي في المهارات والمعارف. لذلك عملنا منذ البداية على توفير تجربة تعليمية فعلا داعمة. حاولنا أن نمكن الأعضاء، حاولنا أن نصقل مهاراتهم، وأيضا أن نشجعهم للوصول إلى أهدافهم. الآن في أقل أيضا من 6 أشهر نادي الميدان حصل يوم الجمعة الماضي على النقطة الثامنة من أصل 10 نقاط. التوست ماسترز عبارة عن برنامج عالمي يعنى بتوفير بيئة تعليمية لكل المنتسبين إليه في شتى مختلف دول العالم، بحيث يستطيع الفرد أن يتطور داخليا، من ثم يستطيع أيضا أن ينشر هذا التطور لأفراد المجتمع الآخرين. هلا بالحاضرين اليوم، هلا بك صحبة الميدان، هلا بأعضاء توست ماستر كبار صغار، هلا بأصحاب نادينا نجوم في السماء عنوان، هلا بأحلى حضور للتواصل والعزيمة. صار هذا النادي جمعنا قياديين بالمعنى هنا في عمان، شجعنا بأن نرقى نتواصل ونكون خيار. هذا النادي جمعنا قياديين بالمعنى هنا في عمان، شجعنا بأن نرقى ونتواصل ونكون أخيار، وزرع فينا إبداعات في كل خطوة، نجاح وعزم وإيمان، تكاتف والنمو بالذات، سمو فاق في الإبهار. نعم حنا قياديين، نعم حنا قياديين، تعلمنا وعلمنا ورفعنا راية الأوطان، عزمنا نواصل القمة بعد قمة مع التوكيد والإصرار. كنا نجهل الهمة في الماضي ونجهل متعة الميدان، وصرنا الآن نتحدث خطابة وفن وأشعار، وصرنا ننمي شخصيات مختلفة فاضت بالعلوم الوان. نادي الميدان توست ماستر يحتفل اليوم على مرور 155 اجتماع على تأسيسه. هذا النادي الذي يوفر للشباب تجربة تعليمية داعمة ومشجعة، حيث يمكنهم من مهارات التواصل وأيضا مهارات القيادة، وذلك من خلال التطبيق. فاليوم أود أن أشارككم رحلتي في عالم التوست ماستر، وأطلب من الجميع وخاصة الضيوف الأعزاء، من كان يريد أن يكون شخصاً ملهماً ومؤثراً وقادراً على أن يعبر عن ذاته بحيوية، فعليه مباشرة إلى أندية التوست ماسترز. انضممت إلى هذا العالم الجميل قبل أكثر من 2 سنين تقريباً، وبدأت أول مراحل التعليم وهو مستوى المتواصل المتمكن الذي يبدأ بكسر الجمود وينتهي بإلهام الجمهور. ولله الحمد تمكنت من اجتياز هذا المستوى.
في هذه المرحلة تعلمت الكثير والكثير. كسر جمودك أولا، تنظيم خطبتك ثانيا، تحديد أهدافك ثالثا، توظيف كلماتك رابعا، تجعل جسدك يتحدث خامسا، تنوع نبرات صوتك سادسا، تبحث في موضوعك سابعا، تستخدم الوسائل المرئية ثامنا، تفعل قوة إقناعك تاسعا، وعاشرا وأخيرا إلهام جمهورك. نحن كأعضاء نادي الميدان فخورين بأننا وصلنا إلى هذه المرحلة المتقدمة، وهي مرور 155 اجتماع على تأسيس نادي الميدان. كل التوفيق لنادي الميدان، مع تمنياتنا أن يواصل هذا التقدم وأن يحقق نقلة نوعية وحقيقية في مجال تطوير مهارة التواصل والقيادة على مستوى القطاع.